السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزتي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو سيخصص بالتحديد للمقبلين والمقبلات على مباراة التعليم، وخاصة سلك التعليم الابتدائي. إذا في هذا الفيديو سأتطرق لدورة تكوينية في مهن التربية والتكوين، خاصة بمادة الرياضيات معارف وديداكتيك، وموجهة للمقبلين والمقبلات على مباراة التعليم. إذا هذه الدورة التكوينية ستكون على قناتي على اليوتيوب تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، من إعدادي أنا الأستاذ محمد البخاري. إذا حاولوا أن تتابعوا الدورة التكوينية، ستكون عبارة عن فيديوهات قصيرة خاصة بالمعارف وديداكتيك مادة الرياضيات. إذا بقوا معي باش نشوفوا التفاصيل. إذا برنامج الدورة التكوينية هو على الشكل التالي. إذا سيقسم إلى معارف الرياضيات وديداكتيك الرياضيات. في معارف الرياضيات سأتطرق إلى 8 ديال الدروس مختلفة. في كل درس هناك مجموعة من الدروس الفرعية. إذا بالنسبة للدرس الأول، العمليات على الأعداد، يعني العمليات على الأعداد صحيح طبيعية، للأعداد العشرية، للأعداد النسبية، والأعداد الكسرية. إذا هو الفيديو رقم واحد إن شاء الله الذي سأتطرق فيه للعمليات على الأعداد، وغادي يكون إن شاء الله يوم غد الثلاثاء إن شاء الله 17 من نوفمبر. بالنسبة للدرس الثاني، الحساب الحرفي وقواعد النشر والتعميل، هذا هو الفيديو الثاني إن شاء الله. إذا غادي نتطرق فيه للحساب الحرفي وقواعد النشر والتعميل، كل ما يتعلق بالمعادلات، بنشر المعادلات، بتعميل المعادلات، بتبسيط الحساب إلى غير ذلك. غادي يكون إن شاء الله في الفيديو الثاني. الدرس الثالث غادي يكون هو درس القوى، قوى العدد 10، قوتين لهما نفس الأساس، قوتين لهما نفس الأس إلى غير ذلك، والفيديو الثالث. بالنسبة للدرس الرابع، المتراجحات، الفيديو الرابع. الدرس الخامس، النظماس، الفيديو الخامس. الدرس السادس، العمليات على الجذور المربعة، الفيديو السادس. الدرس السابع، التناسبية، يعني التناسبية بما أنه فيها مجموعة من الدروس الفرعية، التناسبية، سرعة متوسطة، معامل التناسب، إلى غير ذلك. غادي نديرو فيها فيديو السابع والفيديو الثامن، يعني غادي نديرو فيها جوج ديال الفيديوهات إن شاء الله. الدرس الثامن، الهندسة، يعني الهندسة المستوية والهندسة الفضائية. هنايا غادي نحاول نلخص ما يمكن الهندسة الفضائية والمستوية في فيديو واحد، لكن غالبا لن أستطيع أن أشرح بشكل دقيق الهندسة المستوية والفضائية في فيديو واحد، يعني يمكن لي أنني نزيد فيديو آخر. إذا هنا غادي نكون كملت معارف الرياضيات وحدت بمجموعة من الجوانب ديال مادة الرياضيات من حيث المعارف. بطبيعة الحال كل فيديو غادي يكون فيه مثلا اكزومبل أو مثال من مباراة ديال تعليم سابقة. ديداكتيك الرياضيات، إذا أولا كاين تخطيط مقطع تعلمي، هو الفيديو العاشر، يعني تخطيط مقطع تعلمي، مثلا ناخدو واحد البارتية ديال الجدادة، أولا كيفية تحضير جدادة درس مادة الرياضيات، يعني تخطيط واحد المقطع ديال التعلم. ثانيا تدبير مقطع تعلمي، يعني الفيديو الحادي عشر، تدبير المقطع التعلمي، كيف ندرس مادة الرياضيات، كيف ندبر درس الرياضيات أو مقطع تعلمي في مادة الرياضيات. ثالثا التقويم، هو الفيديو 12 والأخير، غادي يكون كيفاش كنقومه وما هي أنواع التقويم التي نستعملها في مادة الرياضيات، والتي نقوم بها مدى تحكم المتعلمين من الدرس أو من المعرفة المقدمة. إذا بالنسبة للتوصيف ديال هذا العام، توصيف مادة الرياضيات لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية دورة نوفمبر 2020. إذا هو توصيف كما التوصيفات ديال الأعوام اللي فاتوا، لكن كاين مجموعة من التغييرات الطفيفة. إذا بالنسبة للمجال الرئيسي، رقم واحد هو مادة الرياضيات على المعارف، والمجال الرئيسي رقم اثنان ديداكتيك المادة. إذا نطرقوا لكل مرحلة على حدة. إذا معارف الرياضيات، عندنا معارف الرياضيات كاين الحساب العددي والحساب الجبري. إذا كاين في الدرس الأول والدرس الثاني اللي غادي نديروهم في القناة إن شاء الله.
هنايا كل شيء حل المعادلات المتراجعات الأعداد الستينية، حل المسائل المرتبطة بالحساب العددي والجبري إلى غير ذلك. المجال الفرعي الثاني الهندسة المستوية والهندسة الفضائية اللي غنديروها إن شاء الله في الدرس الثامن إن شاء الله يا ربي. إذا مجموعة من الأمور سنتطرق إليها. المجال الفرعي الثالث يعني القياس، قياس الأطوال، الزوايا، المساحات، قياس الحجم، قياس الكتل، قياس السعات، إجراء تحويلات على وحدات القياس، العمليات على وحدات القياس، حل المسائل المرتبطة بالقياس، كلها غادي نطرق ليها إن شاء الله. المجال الفرعي الرابع التناسبية، تنظيم المعطيات ومعالجة البيانات، كذلك سنتطرق إلى كل هذه الأمور في مجال المعارف، يعني مجال الرئيسي رقم واحد. بالنسبة لديداكتيك الرياضيات أي المجال الرئيسي الثاني، كاين التخطيط وكاين التدبير وكاين التقويم. بالنسبة للتخطيط يعني غادي نتكلموا على التخطيط البعيد المدى والمتوسط المدى والقريب المدى في مادة الرياضيات، يعني غادي نخطوا لواحد المقطع تعلمي وكيفاش كنخطوا لواحد الدرس في مادة الرياضيات. بالنسبة للمجال الفرعي رقم اثنان يعني التدبير، تدبير مقطع تعلمي يعني كيفاش نديرو مراحل تقديم درس في مادة الرياضيات، يعني بناء المفهوم، منهجية تقديم وضعية مسألة، تعقد ديداكتيكي إلى غير ذلك. بالنسبة للمجال الثالث يعني التقويم، يعني توزيع فترات وحصص التقويم، يعني غنتكلموا على التقويم وأنواعه ووظائفه في مادة الرياضيات، تحليل أخطاء المتعلمين وصعوباتهم في مادة الرياضيات، آليات ومقومات خطة الدعم والمعالجة، يعني في ظل التناوب اللغوي. إذا هادشي اللي كاين في المجال الرئيسي رقم 2. وهنايا اتونسون لواحد الملاحظة، هاد العام اللي داروها هاد العام ما كانش كدار في الأعوام السابقة. إذا ملحوظة، يلزم أن تكون الأدوات الهندسية في حوزة المترشح أو المترشحة عند اجتياز الاختبار، يعني بالنسبة للأدوات الهندسية، المثلث، المنقلة، المسطرة، قلم الرصاص، الممحات إلى غير ذلك، خصنا تكون عندنا في الحوزة ديالنا، كل مترشح تكون عنده في الحوزة ديالو الأدوات الهندسية الخاصة به. كما كتعرفوا حاليا مع فيروس كورونا يعني ممنوع تبادل الأدوات بين المترشحين. إذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. في الأخير أتمنى لكم كل التوفيق والسداد، كنتمنى أنكم تتبعوا معايا الدورة التكوينية إن شاء الله غادي تفيدكم، وبالتوفيق إن شاء الله. تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، تشكركم على الدعم والمساندة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.